المبذولة من قبل كوادر مؤسستنا التقدمية في إظهار المؤسسة بوجهها المشرق ورفع اسمها عالياً في سماء التربية والعلم والمعرفة. وبعد مشاهدة السيد رئيس مجلس الإدارة المحترم الأستاذ علي الجياشي الفيلم القصير بعنوان طموح والذي قام به أساتذتنا الأعزاء، حيث عبر الفيلم عن رسالة وهدف واضح في طموح الإنسان لتحقيق أهدافه بالجد والاجتهاد والمثابرة. لذا قرر رئيس مجلس الإدارة المحترم الأستاذ علي الجياشي تكريم جميع القائمين على هذا العمل بكتاب شكر وتقدير ومكافأة مالية، حيث يتقدم السيد مدير المدرسة الأستاذ سلام عبد الحي المحترم لتكريم كل من الأستاذ محمد علي هادي مدرس التربية الرياضية. والأستاذ محمود رعد مدرس التربية الرياضية. والأستاذ أحمد عادل مدرس اللغة الفرنسية. والإعلامية المتميزة الست رشا العيداني. إعلامي الأستاذ علي العيداني. فاجزلهم يا رب ما قد صنعوا بشراهم.